في الحدود ديال اسبانيا مع فرنسا وشوفوا لي مزيان. هذا واحد الشارع، هذه دابا شوف دابا فين انا. ها انا دابا في اسبانيا، يا ها انا في اسبانيا، بلاتي نمشي لفرنسا غنقطع الطريق وغادي نمشي لفرنسا. دابا انا واقف في فرنسا، ها انا في فرنسا، ها واحد كيسلم عليا من اسبانيا. دابا هو في اسبانيا وانا في فرنسا، ها فرنسا وزهير راه هو في اسبانيا. ايوا شفتو، ما كاين لا شبابك لا عسكر لا كلاب لا حدايد لا والو. ها وشفتو، انا دابا انا في فرنسا كنسلم عليكم من فرنسا، بلاتي شويه وغنمشي لرافائيل لاسبانيا. ايوا بحال شوف دابا هادو الحوانوت كاملين، هاد الجهه هادي كاملين هادو فرنسا، وبلاتي غنمشي نعمل شي دوره لاسبانيا دابا، بلاتي نمشي لاسبانيا. ها انا جيت لاسبانيا، دابا انا في اسبانيا. بلاتي رجع لفرنسا. انا دابا غنرجع لفرنسا، ما عجبنيش الحال في اسبانيا. واش شفتو ولا لا؟ ها فرنسا ورا زهير في اسبانيا. السلام عليكم. كيف حالكم؟ بخير. وكيف الحال في اسبانيا؟ الحركة مزيانة في اسبانيا. احنا في فرنسا. ايوا هادشي اللي كاين للاسف الشديد، حنا مع الجزائر ما نقدرش يكون دابا هكا. علاش؟ باقي حنا عطينا عام مثال، ما هو الدول كاملين، واش انت الدول كاملين العربيه هكذا باش ننتقل من بلد لبلد صعيب. وهنا انتم كتشوفوها هاي، وتشوف فرنسا دايره الزليج ديالها. وشو اسبانيا دايره الزليج ديالها، رافعه بواحده. المهم ودابا تصوروا هذا الشارع هذا على الشمال ديالي، الحوانت كاملين ديال فرنسا، وعلى اليمين كاملين ديال اسبانيا. والمهم يا الخوت، بلاتي نعمل بكم شي دوره لاسبانيا. المهم هادشي اللي كاين. ها واحد بئر، تبارك الله عليك الحبيب، الله يحفظك، شكرا. دابا هذاك في اسبانيا ماشي في فرنسا، دابا سلم عليا هو من اسبانيا وانا في فرنسا. ايوا هادشي اللي كاين. المهم نزيد نوريكم شويه هنا. المهم ها انتم كتشوفوها، هاد الشارع هبط هكا، ها هبط هكا داك الشارع هذا كامل فرنسا وهذا اسبانيا، وهادشي اللي كاين. المهم تحياتي، الله يحفظكم الله يسر لكم. ها هو وتحياتي لكم كاملين، الله يحفظكم يبارك فيكم، السلام عليكم.